ما بينكم حاول تطبيق مبدا الشفافيه والاعلان عن مثل هذه القضايا في المجتمع الجامعي حتى يكون هناك عبره وعبره بمثل هذه القضايا. حاجه ثانيه، كيف يمكن ان نتعامل مع النواب زي ما تم اختيار رئيس الجامعه القائم حاليا في ضوء القانون 49 الحالي؟ شكرا. طبعا الدكتور سمير جاي بسؤالين سؤال او معرفش هو اولا بالنسبه للجهات هي فعلا لو قلنا الاخير عملنا صفقات علميه كثيره سواء على مستوى الحساب او حتى على مستوى التحسين، ولذلك انا بطمع ان نعمل ضوابط الحقيقه الضوابط دي انا مش عاملها لوحدي، ده انا عاملها مع حضرتك علشان يوم ما بتتكلم فكريه وبراءه الصراع، كان هناك براءه الصراع و نحقق الناس المبادرات بتاعتهم ونحافظهم عليها. بالنسبه للتعامل مع النواب اعتقد ان احنا هنبدا بالقانون بتاع تنظيم الجامعات في الوقت الحالي. قانون تنظيم الجامعات فيه اليه بتضمن التعامل بين الرئيس والنواب وده موجود يعني مش انا اللي هختار. وطبعا في الاخر وفي النهايه احنا كمنافسين يعني لما في حراك منافس لحد النهارده احنا كلنا اصدقاء وكلنا اخوات واللي هيهتم هذا المكان كلنا هنبقى معاه وعن رجله ومفيش اي تنافس ولا اي غباء في التعامل بيننا وبين بعضنا البعض. انا قبل ما اخش القاعه هنا على حضراتكم لما بيجوا لقيت الناس بتروح تعالى الدكتور رمضان بتاعه كوره بتاعه شرط الشارع مفيش مشكله يعني. هو دكتور بلساني سامحني السؤال مشاغب شويه. اتفضل. لما انت اقترحت نائب رئيس جامعه شؤون ماليه وكانك تخصص كليه تجاره في بلد موقع، لكن لما اقترحت بالنسبه للمستشفيات الجامعيه قلت امين جامعه. انا رايي لو العكس صحيح الجزء الثاني وهو اكثر مشاغبه لحب ليك. اتفضل. لا صعبتك سنتين او ثلاثه من حيث يعني الحاله التقاعد وانا دي في ميزه وعيب، الميزه انها تعمل شغل الباقيين مش هيدوك فيما بعد ومش هتفرق معاك. الحاجة الثانية إن أنت هتستفيد قدر الإمكان لأن أنا ماشي الكلام عليك، أيهم أنت؟ أولاً السؤال بتاع الدكتور وليد ده سؤال جميل جداً وطبعاً متوقع. أولاً إحنا معنا خطة تنظيمية. الخطة التنظيمية دي مش متأثرة بشخص واحد. يعني أنا لو عملت أنا شخصياً بطمح هناك نص في الهيكل المالي في الجامعة. هناك الموارد المالية في الجامعة تاني كمان. الموارد زي ما انا عارف الجامعه بيحكمها ضوابط مختلفه خالص عن الضوابط العلميه. لو انا الثلاث سنتين اللي متبقيين ليا نظمت هذه الضوابط فبالتاكيد مش محتاج ان رئيس جامعه يجي بعدين. وانا الحقيقه متصور ان دي سنه ايجابيه مش سلبيه. ايجابيه ان احنا نوضع خطه وننفذ الجزء الاكبر من خطه المراحل الماليه والاداريه ونيجي لاي رئيس جامعه كلهم نفس الصوره الوظائف اللي معاك كلهم يعني طموحين ازاي في اي واحد يتولى بعديها هذا النصر. ايضا عاوز اضيف لحضرتك حته في قانون 1035 لسنه 2010. 1035 لسنه 2010 هذا القانون مطالب تنظيم مجلس الشعب مع اول جلسه. هيبقى فاضل لها ثلاث سنوات مش سنتين. لا معلش ما انا بقول لك هو هيبقى فاضل لها ثلاث سنوات مش سنتين لو ولى القانون ده. اتفضل يا دكتور حسن. لكن دكتور محمد الشيطان الفساد يبني دائما في القوانين وليس في الاشخاص. فالقوانين الواحده التي تبيح للانسان ان يفسد يعني الذي يسرق يسرق بالقانون. الذي يامر يامر بالقانون. فهل هذا سعاده التصور ام لا؟ يعني على بعض يدك عن القوانين التي تحتاج الى تعديل فيما يتعلق بهذا. السؤال الثاني هل لديك اميره لتعديل هذه القوانين؟ ممكن تسمع لك يا طبعا انا على فكره الرؤيه اللي حضرتك اعرضها لحضرتك سبقت مجهود كبير جدا في الخطه الفرعيه وفي جدول زمني لتنفيذ هذه الخطط، بس ده الوقت يسع ان انا اعرضها لحضرتك بالكامل والحاجه، لكن كل جزئيه اللي انا اعرضها لها اليه واضحه وموجوده عندي وساعدني فيها الزملاء الحقيقه يعني مش انا اللي عملت لوحدي، عملنا فيها ورقه عمل علشان يعني نحقق النتائج الاخرانيه اللي انا اعرضها لحضرتك، لكن بالتاكيد هناك جدول زمني للتنفيذ وبالتاكيد هناك اليات لكل محور من هذه المحاور تم عرضها. وايضا القوانين وبعدين الاعلان انا يعني بتعهد ان الاعلان والشفافيه ان كل حاجه تبقى واضحه دي في حد ذاتها وازع لاي واحد في اي منصب قيادي يدخله الشيطان ويقول له صور بيه نفسه ان هو يعمل اي حاجه في القوانين. لما يجي رئيس الجامعه يعلن
كل المؤسسات وكل المؤسسات هتبقى رجوعات جدا وعارف حد الاقصى بتاعه كام وعارف ان هو تجاوزه كلنا اساتذه وكلنا رؤساء جامعات ورئيس الجامعه من البدايه للنهايه اليوم واستاذ زيكم كلهم هتقدروا تسالوه وتقدروا تخزوه. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا انا بشكر الاستاذ على بعض الاستاذ طبعا مش جديد لسه اعرفه يعني ده معاه اعرفه من سنين. وبس سؤالي حضرتك على ما اظن ان حضرتك مقيم في الاسكندريه. كمان الاثنين اللي هي برضه ادوين مجلس اداره العقد العالي وشركه الدلتا للانشاءات ومجلس اداره رئيس مجلس اداره حاجات شرفها صحيح. لكن يا ترى حضرتك في حالك ان شاء الله توديك رئاسه الجامعه هل هتظل تشتغل في الاماكن ايضا ولا هتبقى مسؤول؟ انا طبعا حضرتك معلومه بس الاول انا مقيم في طنطا يعني واحد الجرين كارت بتاع السعوديه وبعدين اول ما مقيم في طنطا وبعدين انا كنت زميل الدكتور حلمي في طنطا ثلاث سنوات انا ورقت نظام في طنطا ثلاث سنوات فانا اساسا بلد اسمها توفيق بلد بتاعت احنا كده التوفيق وكل حاجه مرتبط بارض الناس مرتبط بارض الناس. طبعا ليش ما نقولش؟ يعني انا مش في اسكندريه الحقيقه انا شغل في تجاره يمكن على مدى الاول طبعا انا لسه عميل جديد يعني يمكن بشتغل 15 ساعه اللي قاعد كلها 15 ساعه والله امبارح رايح من الكليه بالليل الساعه يمكن 10 ونص الليل ولا حاجه واحد جديد من الكليه. فموجود يا دكتور. اما حكايه المركز العالي اكبر مركز اداره في المعهد العالي للنظم والحسابات اللي موجود هنا. وانا سمعت بيت عميل من يعني مقدم تنازل على وزير على اساس يعني هو هي الرمز بتاعت المعهد نفسه. اتفضل يا دكتور. اشكر سامي على بعض. هو سؤالي بس عايز يعني تصور واقعي لاصلاح التجربه يعني في نظر الاستاذ الروشنحين قالوا اصلاح التجربه ايه اللي حضرتك لو كنت متوقع في وزير في رئيس جامعه مهمة جدا في اصلاح الهيكل الاداري ان في حاجة في المحاضرة يعني في الماليات بيقولوا الوظائف ذات الطابع المتعارض. هذه الوظائف ذات الطابع المتعارض لو شخص جمع بينها بيبقى هذا الشخص الجمع بين هذه الوظائف ذات الطابع المتعارض فيه ليه؟ الخطأ وتغطية الخطأ. ما يبانش الخطأ فيه. قالت ايه في اصلاح الهيكل الاداري ان احنا نعمل توزيع للاختصاص بحيث يبقى اختصاص غير متعارضه مع بعضها البعض، زي مثلا الفصل اللي من اصل السجاير، انا لو كنت ماسك فصل معين بس خازن وماسك السجل بتاع الخازن يبقى عامل زي ايه؟ سرقه الصندوق ومفتاح معايا. فعشان كده بنقول لازم نعمل هذه الفصل ودي بدايه الاصلاح ان هناك نتيجه ان غياب الرؤيه الاداريه الواضحه كان هناك نوع من الجامع بين الوظائف ذات الطابع المتعارض والعالم في نقطه البدايه في السلطات والاختصاصات تكون واضحه من اين تبدا وتنتهي فيه. تدينا اتفضل. نشكر الاستاذ الدكتور سامي عرضي على العرض الجميل صلاه الميه لكن في بس توضيح وضحه بالنسبه للجامعه الفنيه الجامعه الفنيه فيها ثلاث دول شؤون إدارية زي ما الدكتور قال وخدمة البيئة والعلاقات الدولية والوزارة التعليمية والدولية. ففيها ثلاثة. الاستفسار اللي أنا بطرحه الجزء الخاص يعني بالنسبة لجهاز الكويتين. ساعتك فيه هل ساعتك تصور أو رؤية للمشاكل اللي بتعوق جهاز الوافدين بالذات في جامعة طنطا والمشاكل دي بتتباين من كلية لكلية ورؤية حل هذه المشاكل دي مرة. النقطة الثانية يمكن بضيف لكلام الأستاذ الدكتور عصام التعليم بالنسبة للبحث العلمي دايما بنسمع منشا ونعمل كورس إحداث رغم إن إحنا عندنا بنية تحتية لأن مفيش أصلا داتا بيز في الجامعة ومفيش استخدام الأمثل لموارد البحث العلمي وكما تعرف سعادتك إن كل زميل عنده جهاز بيقفل عليه فإحنا ما عندناش فهل في أي حل لهذه المشكلة؟ شكرا يا دكتور. طبعا حكايه استحداث وانشاء بتاع دي كلمات ممكن رنانة لكن هي مشكله عندي في التسهيلات. احنا عندنا بس في كليه تجاره اي واحد جاي عندنا لجنه لتقييم
بتاعته يعني هو على اي حاجه ولازم تكون كلنا نتبارك ان لازم يكون ايه وان اللي جاي من غزه ده ولا جاي من فلسطين ولا جاي من اي جامعه معينه ولا حاجه. بينما انا لما رحت جامعه القاهره وشاركتهم في المشاعر بتاعتهم لقيتهم يعني جامعه كاذبه وليس جامعه قاربه. كل الفرق بيننا وبينهم بشويه تسهيلات بسيطه في الاليات. احنا عندنا في مركز الجامعه هنا مثلا اداره الدراسات العليا لا قبل ما لا الموضوع كذا لا الموضوع كذا يعني كلمه لا هي اللي بتنفع. فالاليات بسيطه جدا ان احنا نشوف شويه تسهيلات لان الطلاب الاردنيين اللي مش هيجي عندنا يعني احنا اضرنا ناس جايين من قطاع غزه راحوا جامعات تل ابيب. اولا ما راح علينا المكسب، ثانيا في خساره كمان معنويه انهم راحوا الجامعات الثقافه بتاعتهم بقى هيشوفوا هيعملوا ايه. في ناس دفعت 500 استجابي وما جاتلهمش الوافقه الامنيه. ما هي المشكله بقى ما هو ده احنا في كلتشر جديد وثقافه جديده ولا عاوزين وافقه امنيه ولا عاوزين حاجه، وهي الاليه بس تبدا في التسهيلات. لان زي ما بقول لحضرتك يعني احنا ساعات بنعمل الخير حوالين احنا اللي بنضيع نفسنا. انا ساعات في برنامج السلوك مثلا لما اخش برنامج تدريبي واقول للطالب نحب نعمل بريك في التمرين في برنامج التدريبي فنعمل ست نقط كده واقول لهم مين يوصل الست نقط دول بعضهم بدون ما يشيل الالف. يختاروا كل واحد يلف يلاقي نفسه ما جابش المرض الوسطاني. يعمل فلما يخلص يقول طبعا انا بنيجي اعمل مفيدين كده من اطار خالص ورايح تاني. كل الناس ما قلتلناش اطلع فوق. قلت له وانا قلت لك ما تطلعش فوق. فدايما احنا اللي نعمل الكيد على نفسنا. لو احنا شلنا هذا الكيد ممكن بعض السنيكس اللي الوافدين وجات الوافدين ده على فكره في تنميه كبيره جدا الوارد ذاتيه وانا شايف جامعه القاهره مش اقل مننا. جامعه القاهره جامعه عريضه عن ده احنا جامعة القاهرة جامعة عريضة وعندهم كل الوافدين وهو أسرع منهم. اتفضل. هو سؤالي يعني اللي هو مهم توافق على اقتراح ان المجمع ممكن يعمل على ساعتك عدد من الشخصيات اللي هي الافراح اللي يكون محطوطات في اختيار المعنى كده مش عارف. اصل الاليه اللي موجوده حاليا ما بتسمحش بكده، لكن انا شخصيا رؤيتي ورؤيتها في الجامعه ان لو ربنا اراد وتوليه هذا المكان هنعمل الاليه ده للدكتور الرباني. هنعمل الاليه دي ان احنا فعلا عن طريق المجمع او عن طريق مجلس الشرعيه حاكمه للجامعه ان احنا نشوف اليه اداره الورد لان برضه في ورد ده لازم يكون متجانس مع بعضه. وفي هذه الحاله انتم هتحكموا انما حاليا احنا الاليات معلش نمارس الجامعه الصغير الا البنات رئيس الجامعه من نفسه. وانا لو كنت بنات رئيس الجامعه كنت هعمل كده مع رئيس الجامعه الجاي. انا اقول له والله سكر انت عاوز اشتغل معاك انا تحت امرك مش عاوز اشتغل معاك. طبعا ده انا بقول يعني ده واقع حالي. فالاليات دي حاجه مستقبليه وانا على طول في البرنامج. اتفضل. شكرا على هذا العرض الجيد. واحب اعرف رايك لماذا كان هناك نوع من التحكيم وانعدام الشفافيه في كشف صورتنا في الجامعه. ورغم ان كليه التجاره من اقدح كليات جامعه طنطا، لماذا لم يكن لها دور في المطنطة في كشف مواد الجامعه؟ يمكن ان اقول الكلام ده لاني اذكر ان كان في محافظ سابق في طنطا كان معروف عنه بيرجع مواد محافظة حتى يتم يحافظ على بقاء في مصدر الصرف والمنظر الكامل وبالتالي انعدمت الخدمات في طاقه كامله. دكتور مجدي انا بشكرك لكن الرد على سؤال حضرتك فعلا في السابق القاع الكوني من يملك جعل ولا تتفقوا معايا كده؟ من يملك جعل؟ احنا في السابق كان رئيس الجامعه هو اللي بيملك تعيين العميد هو اللي بيملك تعيين الشيخ النادي هو اللي بيملك تعيين الوكيل. فكلنا كنا في بيئه يعني كلنا كنا عارفينها فيها حرج شديد وبالتالي رئيس الجامعه لو عمل تعقيم على الموازنه تعقيم على الملفات تعقيم على لا عميل التجاره ولا عميل ولا اي عميل حاجه ولا كلام. لكن في الوضع اللي الثقافه اللي احنا فيها دلوقتي ثقافه مختلفه تماما. ولذلك انا كنت بعرف بقول مجلس جامعه قوي لاننا كلنا جايين عن طريق شرعيه وجايين بطريقه صحيحه وكلنا نستطيع ان نسال ونساعد رئيس الجامعه. لا ليه؟ ايه اللي يمنع اي واحد يعني؟ لا مش كلنا
فده ان كان سبب التعقيد مع الدكتور مجدي. اتفضل دكتور جلال. انا اقوى المنتخبين. صوت عالي جدا. انا اقوى من المنتخبين. شكرا. سامي نادر انا حقيقي هو شويه التخصص كليه تجاره. ايوه. انا ما خدتش الفتاه التجاريه لكن انا بصيت النقله الرابعه مسار التمويل الجامعه وبصيت الطموحات اللي حضرتك حاططها في النقله الخامس والسادس والسابع مستحيل المصادر اللي حضرتك ذكرتها مسار التمويل تغطي في طموحاتها في الثلاث محاور اكيد فلوس منها. يعني مثلا عشان حضرتك كلية الآداب لو عملنا برنامج التعليم المشروع في كلية الآداب هتجيب مبالغ كبيرة جدا. يعني أنا مش عارف أقول كلية التجارة عشان ما تحسبوهاش يعني. فهتجيب مبالغ كبيرة جدا في كلية الآداب. لو عملنا برنامج تعليم مشروع في كلية التربية هتجيب مبالغ كبيرة جدا. فتنميت الموارد لو عملنا الطموح اللي أنا قلت عليه إن في كلية الطب عن دكتور أيمن بيه يعمل واحد وزارة المخاطر الخاص بكل قسم من هذه الأقسام اللي عامله حاجتين مبالغ كبيرة جدا فكل دي ممكن في يوم موارد ذاتية وأنا أعتقد في السابق حتى كان في موارد ذاتية لكن كانت متوفرة بطريقة غير مناسبة. اتفضل دكتور. اتفضل دكتور. هو بعد إذن حضرتك إيه الهدف العام اللي من وجهة نظر الدكتور سامي يميزه عن المنافسين في إنه هينفذه إذا قدر له أن يكون رئيسا للجامعة؟ والله انا اعتقد ان المنافسين كلهم احسن مني. لكن اذا كان انا ليا تبادل او ليا ميزه تنافسيه فهي الناحيه الماليه والناحيه الاداريه. فقط يعني باعتبار برضه ان انا راجع عجوز بقى لي 34 سنه في المجال المحاسبه والماليات وبشتغل فيها فممكن دي تبقى عندي رؤيه واضحه للنواحي الماليه والاداريه وانا استطيع ان انا يعني ننفذ الاهداف بتاعت الجامعه من خلال الرؤيه الواضحه. حضرتك ذاكر من ضمن البحيرة تكون العلاقة بين النادي العربية التدريس والجامعة. فإذا حضرتك توضح لنا الرؤية في تطوير هذه العلاقة لأن احنا حاسين إن النادي بعيد عننا شوية في 30 سنة. ما هو ده برضه يعني أنا الطموح الكامل بتاع العرب ده كان فيه ناحية ترفيهية وناحية يعني مطلوبة برضه مننا كأعضاء التدريس. في النادي العربية التدريس زمان وانا عندي حاجتين المصيف والعمر. حتى المصيف والعمر كانوا مقصوم على بعض الناس مش كل الناس. فبرضه احد الزملاء الدكتور حسام ابو طبعا زميل فاضل وهو النهارده رئيس مجلس الاداره لما تيجي الجامعه تنسق الجامعه ما تبقاش بمانع يعني احنا بنشوف دايما ان النادي التدريس يبقى يعني ضد الجامعه او ضد مجلس الكلام ده مش مظبوط ده كله بيجي وقت وكله بيشتغل مع بعض وبيتعامل مع بعض. فاحنا ممكن لو عملنا تنسيق بين النادي وبين الجامعه رئيس الجامعه عمل هذا التنسيق تعليق مع جوانب الترفيه وجوانب الاسكان وجوانب مشروعات مساكن لاعضاء التدريس مشروعات مختلفه جدا. هي العمر اتعمل في مرتين دي. ما هو كده كل فده المقصود بيا ان انا نشرط العلاقه بيننا على اساس نستفيد من المزايا بتاع النادي هاني التدريس. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الدكتور سامي الحقيقه ركز في موارد ذاتيه الجامعه وانا احييه على الجزئيه اللي هو ركز فيها على الموكلين. احنا كبعض بتاع علم والمفروض ان احنا نركز وبالسهل ان احنا نجيب فلوس من خلال الموكلين اذا عملنا تسهيلات مبالغ بملايين ونقدر نعملها. وانا عملت فيها مع الكويت خلال العام القادم هيبقى 100 واحد كويت وافد 15. دي نقطه. طبعا الدكتور سامي في مجلس الجامعه ومشهود له وبالبنات في مجلس الجامعه من لحظه دخوله وارائه الحقيقه بناءه. ولكن انا اسال اعضاء سؤال واحد. واحد. اه. سؤال واحد. اتفضل. حضرتك دلوقتي ترشحت على منصب العماده في كليه التجاره. ايوه. وبعدين تترشح على منصب رئاسه الجامعه. فهل انت كنت عايز تترشح على منصب رئيس الجامعه ولا على منصب العماده؟ هو مش محرم ولا حاجه. هو انا علشان حبيت عشان اجتاز ويبقى عندي القدره ان انا اخش
كان في منصب شغل في دراسه الجامعه، انا غيرت الاستراتيجيه بتاعتي، وبعدين انا كنت عاوز اخد تقييم زمالك، وبالفعل حصلت على هذا التقييم. وانت حضرتك تعرف ان الدكتور سعيد اللي هو موجود والدكتور عطاوي، يعني كان في اكتساح في النتيجه يعني من الريبورت. ايه الاشكاليه اللي عملت في الجامعه خلال السنوات الماضيه على مر العصور السابقه كلها؟ وهي في الجامعه يوم ما بيقدر على النواب سحب اختصاصات جميع النواب ووضع بيده وشايل حركه جميع النواب. Yeah.